عشان نقفل هذا الملف يا دكتور أشرف، تمام، دي بس النصيحة اللي هي الخاصة مثلا، يعني عايز أقول إيه لو في دلوقتي زوجات صغيرات اللي هم بدأوا حياتهم الزوجية عندهم أطفال سنهم 2 3 سنين وهكذا، ننصحهم بإيه إن هم يعملوا إيه في نهاية اليوم مثلا؟ يعني اللي هو إيه، أنت مارستي نشاطك خلال اليوم، شفتي احتياجات طفلك أو طفلتك أو أطفالك، شفتي احتياجات بيتك، احتياجات زوج وهكذا، تنهي اليوم إزاي؟ يعني إيه فيها آلية أو نصيحة نحافظ بيها على زي كده زي ما بيقولوا تمرينات الاستشفاء اللي هي اللي بتاعت لعيبة كرة القدم، يعني ايه بقى النصيحة اللي ننصحهم بيها؟ طيب هو لو سمحتي ارجع خطوة لورا، احنا الموضوع ده في الاجيال الحديثة من بناتنا بقت عندنا مشكلة كبيرة جدا. ايوه المشكلة الكبيرة دي نابعة من كذا حاجة. اول حاجة ان معظم بناتنا في بيوت اهلهم مرفهين ما عندهمش مسؤوليات كبيره، فجاه بيتنقلوا نقله عنيفه جدا، فجاه بيتنقلوا نقله انه بيتم عليهم مسؤوليات مش بس مسؤوليات شخصيه، ده مسؤوليات بس فكريه ماديه لا مسؤوليات محتاجه مجهود بدني فيزيكال جسديه مسؤوليات جسديه ما كانتش بتعملهم زمان. الحاجه الثانيه برضو كان زمان في عزوف كبير قوي من البنات على اللعب الرياضه، بس انا شايف ان ده بيتغير جدا العشر سنين اللي فاتوا دول. صحيح. حتى في الـ في الـ في الـ في المراكز والقرى وكده ابتدى يبقى فيه جيمات وابتدى يبقى فيه وعي عند البنات انهم يعملوا حتى رياضه منزليه. فدي حاجه مهمه قوي. فالاعداد البدني ان يبقى عندي مجهود بدني في سواء في البيت او في الرياضه عشان يبقى عندي احتياطي عضلي، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه الناس عندها تخيل انه النمو بيقف عند سن 14 16 سنه بنات، 16 17 سنه 18 سنه اولاد. ده حقيقي بالنسبه للنمو الطولي، لكن احنا عظمنا سواء بنات او اولاد بيفضل يزداد في القوه والكثافه لغايه سن 30 سنه. 30 سنه فاحنا بنبني لغايه 30 سنه، نقعد نبني لغايه ال 30 علشان بعد كده اللي هنبنيه ده هو اللي هنتسند عليه. ده الاحتياطي، ده الاحتياطي الاستراتيجي، هو ده استثمارنا في البلد. بس عشان في ناس كتيره فاكره ان المعلومه دي ان هو يقول لك عند 18 سنه نمو العظام بيقف. هو النمو الطولي بيقف، الطولي للعظام، ولكن ليس كثافه العظام او كثافه وكميه الكالسيوم اللي فيه بيفضل يكمل لغايه سن ال 30 سنه. تمام. فكمان كتير قوي من البنات اللي بيخشوا في المرحله دي، احنا طبعا ممكن نتكلم في ده محاضره، عندنا نقص عمومي في فيتامين د. الكالسيوم في المجتمع المصري ما هوش مشكله كبيره قوي، بس الفيتامين د فيه فيه مشكله، لكن بيخشوا على حمل ورضاعة وما بياخدوش الفيتامينات بتاعه الكالسيوم والفيتامين د، فبيبقى في سحب بدل ما هي بتبني لغايه سنه 30 سنه استهلاك. هي بتستهلك وبتقلل رصيدها بالظبط، لانه الجسم فيه ميكانيزم ان هو سوف يبدي كل الناس على سواء كان طفل بيرضع او طفل بيكون او حتى اليوم العادي على مصلحه العظام. مصلحه العظام دي اخر حاجه عندنا، المخزون ده اخر حاجه عندنا، هنصرف على طول. ايوه يعني ما بيترددش ما بيترددش، بياخد على طول. البيبي بيحتاج اللبن، بيحتاج الاعصاب محتاجه، انا بداوب من العظم على طول. تمام يعني ده الاحتياطي بتاعي. فدي فالتغذيه الاحتياطي عضلي، تغذية، ده المخزون اللي هخش بيه على الزواج والمسؤوليات بتاعتي. صحيح. والرياضة طبعا زي ما الرياضة مخزون عضلي سواء بالنشاط العادي أو بالرياضة الخاصة يعني. بنصح جدا البنات بممارسة الرياضة ولو حاجة بسيطة، تتمشى، المشي، تريدميل خفيف، عجلة ثابتة، ما تستطيع عمله. ده مفيد ليها جدا في بعد كده، في بعد كده لا، وحتى بعد ما تتجوز وبعد ما تتجوز كمان. لازم يبقى عندها ده احتياطي عضلي. والرياضه دي هتساعد انها تعمل ما يطلق عليه انابوليزم، بناء